السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو هذا غادي نقدموا واحد الخبز ديال الطوست بالخميرة البلدية، بغيتو تشوفوا كيفاش كنوجدوا كيفاش كنحضروا. يلا معايا. هنا قبل ما نبدأ غادي نوريكم الخميرة البلدية اللي غادي نعجنوا بها الخبز ديالنا. الخميرة البلدية كتكون على هذا الشكل. بسم الله على بركة الله. هنا عندي 300 غرام ديال الدقيق القمح الكامل اللي كيكون رطب النخالة ديالو، و200 غرام ديال الدقيق الفينو. المجموع عندينا 500 غرام. غادي ناخد واحد القصرية اللي غادي نعجن بها. نضيف هنا واحد مغرفة صغيرة ديال الملاح. هنا عندي مغرفة متوسطة ديال العسل. الخميرة البلدية عندي 300 غرام ديال الخميرة البلدية. بالنسبة للعسل كنضيفو هنايا باش كيساعد الخميرة تخمر بسرعة. تقدروا تعوضوه بشي مغرفة صغيرة ديال السكر الا ما كانش العسل متوفر. وهنا غادي نضيف واحد ديال الزرارة، غرفة ولا جوج مغارف شحال ما بغيتو. هنا كيكونوا الزرارة ما عندي هنايا مشكلين. صافي غادي نحاول نطلق الخميرة هي الاولى. غنضيف عليها المدافي، ضروري ما يكون مدافي باش الخميرة ديالنا دغيا تخمر، مخصوش يكون مبارد. صافي غنحاول هنايا كنطلق الخميرة، لأن الخميرة كتكون عندي هنايا باردة، كانت في التلاجة، كنعملها في التلاجة باش ما كتحمضليش. صافي غنبقى نضيف الماء بشوية بشوية، وغادي نخلطها مع الدقيق. صافي نبقى نزيد الماء بشوية بشوية. ما خصهاش العجينة تجي جارية. بعد ما جمعنا العجينة ديالنا ما خصهاش تجي جارية، ما خصهاش تجي قاصحة. صافي جمعناها، دابا غادي ندلكوها مزيان. غادي نضيف لها هنا واحد مغرفه ديال زيت الزيتون. وهنايا كيبقى اختياري، غادي نضيف واحد مغرفه ديال زيت ارغان. زيت ارغان كتعطي واحد النسمه مزيونه للخبز. صافي دابا غادي ندلكها، اما تدلكوها بيدكم ولا بالعجانه. انا غادي ندلكها بيدي، انا هنايا كندلكها. الخبز ديال الخميره ديال البلديه كيحتاج دليك، ولكن ماشي زعما صعيب ولا شي حاجه، كتكون العجينه رطبه دغيا ما كيتدلك. صافي نبقى انا مستمره ندلكها حتى تدلك مزيان. صافي العجينه ديالنا واجده، كتجي هكذا بهاد الكثافه، ما كتجي لا قاصحه ما يعني ما رطبه جاريه بزاف، كتجي بين وبين. غادي نجيب واحد البول، ندهن العجينه ديالنا شويه زيت الزيتون، وغنديها تخمر. العجينه ضروري نخليوها على شي حاجه سخونه، يا يعني اما تدخلوها للفران كيكون دافي، او لا تنزل على البانين تسخنوه وطفيوه وتحطوا عليه البول ديال العجينه يعني ديال الخبز باش كيساعد دغيا تخمر. صافي غنغطي عليها. انا عملت على
على بالبانيني وخليتها تخمر. هي العجينة ديالنا خمرت ضعف الحجم ديالها، العجينة راه خامرة تبارك الله ما شاء الله. دابا غادي نشكلو منها الطوست ديالنا. انا عندي هنا المول صغير والعجينة عندي بزاف، غادي نقص شوية من العجينة غنعملها خبزة هادي، والبقية غنشكل منه التوست. صافي كنطلقو على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا في الصورة، وغادي نجمع. غنجمع العجينة كاملة وغادي ندي بشوية الزيت باش ما تلصق ليش العجينة شوية، وصافي دانو يدكم. هنا عندي زرارة اللي غنزين بيها الوجه ديال التوست، الزريعة ديال القرعة هذا كيبقى اختياري. صافي وندوز على الزريعة باش يلصق مزيان، كنضغط غادي ناخد الخبز ديالنا ونعملو في التوست، المول ديال التوست. صافي غنحاول نشكلو ونضغط عليه. صافي غنضغط على الخبز ديالي مزيان هكذا باش يشكل الشكل ديالو، ياخدو ديال المول. صافي نحاول نقدل الوجه ديالو ونخليه يخمر. وهادي لي حيت غادي نشكل منها خبيزة صغيرة. هنايا عندي النخالة ديك لي كتكون رقيقة، غندوز فيها الخبزة صافي وغنطلق الخبزة ديالي. نرققوها ونخليوها شي غليظة، باقي غتنفخ باش ما تجيش غليظة. صافي تاهي نخليها تخمر. هو التوست واجد ضعف الحجم ديالو، ملي كتحاديه كتحس بانه خامر، كتضغط عليه كيطلع العجينه كتطلع. صافي دابا غنديه الفرن يطيب على درجه 240 درجه. ها هو الطوست ديالنا واجد، هنا راه مازال سخون، كنحاول نخرجه من الموم باش ما يفسكش الخبز، باش ما يعرقش ويفزك. صافي هو الخبز واجد، كيجي مقرمل مقرمل قرمش ومحمر ورطب وطايب من داخل ومن برا. ده هو الشكل ديالو. غادي نقطع معاكم الخزرة مازال سخون.
هو الشكل ديال الخبز ديالنا، خبز الخميرة البلدية، كيستحق التجربة. انتما كتعرفوا المنافع ديال الخميرة البلدية، صحية، هنا غادي نعمل شوية ديال الزبدية، الزبدة البلدية. يوما كلشي بلدي. هادي هي الخبزة ديالنا، تاهي نقطع لكم، رانا سخونة وقدرت شي تنشدها نتكي عليها. تحالكم وتشوفوها كيفاش عاملة، كيفاش كتجي. كتجي فتية وطرية وخفيفة، راه مازال كتصور. نتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم. بهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوناش بدعاكم وتشتركوا معنا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. أترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.